دسوقي واحد قال لي لماذا لم تذكر قرية سدوم قرية قوم لوط وذكرت قرية شعيب شو اسمها قريته؟ مدين. لماذا؟ لأن دي مستهجن ذكرها. الله واي شيخ الحياء حجازي لماذا ذكرت قرية قوم شعيب مدين ولم تذكر قرية قوم لوط؟ خليه يركب قدام. قد ايش اسمها السديم؟ سدوم. 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 وعمورة. لماذا مولانا؟ لا لا بعد بعد قدام قدام بعد 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 اي نعم حار 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 اليد 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 ها لا لا يشوفه اليد ها عنده وقطب غوث حط رجلك بسم الله حط رجلك افتح الدريشه فنان فنان قول ما شاء الله لماذا مولانا لم تذكر الشطي والشمري دودهوني يلا سلام شنو الاستهجان يعني شيء مقدس الى النفس في أيوة. الوقت وراودته التي عن نفسها نعم قد سمع الله قول التي في تراودها في زوجها تمام التي والتي بس سمع الله قول التي للشرف ان شاء الله اثبت الافخاذ انما الثانيه للاستهجان جابين انت واذكر مدين شنو الله قال عنهم تروح ويانا لا مدينة أخاهم شعيبا أخاهم في النسبة يعني الله. مش على ملتهم يعني سبحان الله الأيكة راح ليه كذب أصحاب الأيكة المرسلين قال لهم شعيب لأنه ما كانش منهم ما كانش أخوه تصبح على خير سيدي.